اهلا بيكم وفقره ريمونتادا. ريمونتادا المره دي هيبقى شكلها مختلف تماما، ومش كل مره بنقول مختلف فتلاقوا ده سما، لا مختلف حتى في التناول. ناس كتير جدا هنا، هدفنا التناول بلا تطاول، وبنجيب الشخصيات او رموز الانديه الاخرى اللي بيتكلموا عن النادي الاهلي، ونشوف الرد بتاعهم يكون في بعض المنطقيه او لا، فنرد بمنطق مختلف. لكن الحقيقه المره دي احنا شخص يا فارس طلبوه كتير مننا، رد فكره الرد فكره الرد وبينال مصداقيه دلوقتي عند الجماهير المنافسه، فقلنا نجيب له تصريحات بشكل مختلف تماما عشان نشوف هل بالفعل يستحق فكره ان هو ينال ثقه جماهير المنافسه في كلامه ولا لا. بص يا احمد، احنا الناس بتكلمنا في نفس القضايا، ردوا على كذا حاجات كلها احنا ردنا فيها، بس النهارده قررنا نلعب في نص ملعب، بمعنى ان انت بتعتقد ان التصريحات دي كزملكاوي محل ثقه عندك او مصدر ثقه، وبتاخدها وبترددها رغم ان احنا ردينا عليك كتير جدا وردينا فيها. طب تعالى نسمع الشخص نفسه وهو بيقول حاجات تخص نادي الزمالك نفسه، هل هتقبلها؟ المنطق لا يغير. لو انت مش هتقبلها وهتشوف ان الكلام ده لا يليق بناديك، يبقى ما تقبلش الكلام كله. انما لو انت هتقبلها خلاص، في اللي يخصنا احنا عرفنا الرد، بس هل انت هترد على نفسك؟ اعتقد صعب. فعشان كده هنلعب في نص ملعب. احنا ردينا كتير ويمكن له فقرات معانا كتير. ضيفنا النهارده الكابتن عفت نصار، هتسمعوا له شويه فيديوهات، الحكم هيكون للمشاهد، واتمنى يكون الحكم ليه بعد ما يشوف سلسله من تصريحاته. نطلع نشوف اول تصريح للكابتن عفت نصار. كان صعب قوي. انا مش خايف، احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس اداره هو اللي خسرنا. يعني مجلس اداره كان عندنا ماتش الاهلي، وبعد الاهلي في القناه. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد الدوري برضو، لان كنا فرق خلاص. انت فرقت والمجلس خسركم ليه بقى؟ جم قالوا خلاص، هم عملوا اتفاق مع المصري ان هم يلعبوا المباراه دي خلاص محبه، محدش يتعور، محدش يدخل جامد، يعني حلوين مع بعض. يعني بس ففوجئنا طبعا شوطه من سيد الياسمين. يعني ده السبب؟ يعني انا برضه بشوف مجلس اداره، احنا عملنا انا برضه بشوف مجلس اداره. الكلام ده اللي حصل، انت كابتن الزمالك بيتكلم الراجل شاهد على العصر. كابتن مصطفى عارف الكلام دوت، بس هو عارف يعني حتى الجماهير كانت بتقول كده. احنا ما فوقناش الا لما شاطت الكوره بتاعت كابتن مصطفى جت جون. فوقنا، جالنا بنالتي، فده بره الاتفاق. بره الاتفاق. حلوين مع بعض، احنا النهارده هنبقى حلوين مع بعض. الكابتن عفت نصار بيتكلم بوضوح ان مجلس اداره نادي الزمالك اتفق على ماتش المصري يتم حلوين مع بعض، واتفاجئوا بشوطه من مصطفى ابو الدهب. والحقيقه احنا سمعنا كتير عن نادي الزمالك بيدي مكافئات لانديه بتواجه النادي الاهلي، وكان اشهرها موقف حمامه اللي حكاه قبل كده في مباراه الاهلي والبلاستيك دوري 1978، المباراه قبل الاخيره، 3000 جنيه مكافاه لكل لاعب في نادي البلاستيك عشان اتعادلوا مع النادي الاهلي، والوعد بالمكافاه كان قبل المباراه. جماهير الزمالك يا فارس وقتها قالت لك عادي، برغم ان ده مش فير بلاي، لك قالت لك احنا ما بندفعش الفرق اللي قصادنا. الوضع ده دلوقتي مع الكابتن عفت بيتكلم في واقعه مجلس اداره الزمالك مع نادي المصري. الغريب ان هو جاء مع الكابتن خالد الغندور تاني يوم، احب ينفي الواقع اكدها، وقال الكابتن خالد قعدوا معانا الكابتن خالد، قال له خالد انا مش موجود في الماتش. بيشيل مسؤوليته. وطبعا يا احمد الدوري ده اللي كنا اتكلمنا فيه، انت بتتكلم في دوري الاسماعيلي والاهلي راحوا زي ما اتكلمنا في مباراه فاصله، هو كان كمان هيحرم نادي الاسماعيلي، احيانا بيزعل من النادي الاهلي في حاجات. لو انتوا شفتوا الكواليس دي هتعرفوا مين اللي بيتعامل بامور خارج الملعب، وده على اعتراف منه صريح وواضح، وبيأكد وبيحكي الواقعة وبيقول لا دي كانت الإشاعة اللي متقالنا واللي سمعناها بنفسنا. خلاص يبقى مش إشاعة يعني. دي مش أول واقعة تفويت يتكلم عليها، أعتقد هنا الزملكاوية هم اللي محتاجين يردوا، إحنا مش هنرد في حاجة. هنيجي بقى للواقعة التانية برضو تفويت، نطلع بس نسمع الفيديو. صح، 16 سنة أو 17 سنة إلا حاجة بسيطة، وكنت بلعب ماتش الزمالك وأشنت كتوف في غانا. الماتش ده اتغلبنا فيه 5-1. كان في بعض بعض اللاعبين او كان عندنا مدير فني خانوا التوفيق ان هو اعلن اسماء ان هي بطل كوره بعد ما يرجع مصر من المباراه دي. فكان قبل كده بطل لعيبه، كان مستر باركر الانجليزي كان بطل حوالي 7 لعيبه، وقال لي 5 لعيبه ان احنا بعد ما نوصل مصر الخمس دولت هيمشوا ويبتدي يجدد الفرقه وهيلعبوا الماتش ده. الخمسه بيلعبوا الماتش ده. ايوه. فاللعيبه الكبار دولت اتفقوا مع بعض بطريقه ما ان هم يعملوا ايه؟ ان هم ما يكسبوش الماتش عشان الراجل ده يمشي وكده والكلام دوت. ده مين الخمسه كانوا مين؟
خلاص بقى يعني يعني انت قلت باركر وقلت الماتش لا لا انا قلت لك الاسماء ايوه لا لا انا هقول والخمسه الكبار ده لو رجعناها هنعرف هتعرفهم عادي يعني اغلبهم معروف يعني. المهم شوف المشكله دي كان عندي 17 سنه الا عدى فتره من الزمن وجه لقيت واحد اعلامي برضو حبيب الناس دي كاتب ان انا كنت سبب رئيسي وان انا عملت كومبينا على الفرقه. ده انا عندي 17 سنه الا يعني انا كنت في الفرقه ما حدش بيقول لي عفت انت يالا يعني عارف كنت كنت صغير جدا بس كنت بلعب اساسي فانما كنت الخدام بتاع كل الناس انما ما كانش ليا راي انما اتحط لي راي اتحط عشان بس معين. الراي ايه الراي اللي نقصني مش اللي زودني مش اللي زودك. كابتن جمال عبد الحميد كان ليه رد قاسي جدا على التصريحات دي وهي فعلا تصريحات كارثيه لان هي بتشكك في لاعبين تاريخيين في الزمالك. الاهم عشان لما بنقول والستة صفر دي شرف ليوم الدين عشان لاعبي النادي الاهلي وارد في اي مباراه تخسر ايا كانت الملابسات بس مستحيل يتقال عنك ان اسباب الخساره كانت هي دي. كمان اربط مباراه الستة واحد وتصريحات برضو اللاعبين داخل نادي الزمالك ان كان في لاعبين متراخين. صعب جدا صعب جدا تسمع التصريحات دي داخل النادي الاهلي احمد. اكيد لكن الكابتن عفت نصار كان عنده ازمه مع الكابتن محمود معروف والحقيقه ما كانش لازم ان هو يفوت الازمه دي بس هو كان عنده 17 سنه في وقتها وزي ما بيقول كان صغير لسه في الفرقه وخدام كل الناس في الفرقه ولكن كان لعيب كبير فلما كبر في السن وهو بالفعل لعيب كبير وصل بقى لدرجه الانتقام من الكابتن محمود معروف. نشوف تصريحه عن الكابتن محمود معروف. فكان الاعلام كله من خلال الجرايد صح فالاستاذ محمود معروف حطني في دماغه بشكل يعني مش عارف اقول لك ايه انا ما قبلتش يعني هو كان كتب حاجه عندي انا حافظها لغايه دلوقتي. ايه بقى قال عليك يعني إيه؟ كان كنا بنلعب الاتحاد في استاد القاهره انا جبت الجون الاولاني وجبت الجون الثاني وكان كابتن جهري بيمرنا ففي كان لعيب اسمه فؤاد رمضان بيلعب في الاتحاد واحنا كان عندنا بعد كده افريقيا فكابتن الجهري اللعيب ده بيدخل معايا جامد جدا فكابتن جهري غيرني ونزل مين حازم امام كويس اول مباراه لحازم امام فكان كاتب الاستاذ محمود معروف كاتب عنوان عمود كده قال لك ولعل ابرز ما في المباراه هو دخول الساحر واللواء اللاعب الصاعد الواعد الذي صال وجال وعمل ورفع وشاط والكلام ده كله والنتيجه خرجت هي 2-0 مكان اللاعب الذي لم يفعل شيء وكان عال على الفريق طب انت عايز تمجد ده طب بتخفس بده ليه لان انا ما كانش ليا حد فللاسف انا اتصرفت بطريقه خطا ان انا مديت ايدي عليه ياه ما بص وكان عضو مجلس اداره في النادي كمان ياه كان عضو مجلس اداره فانا بتاسف له طبعا ان انا يعني ان انا ده اللي حصل مني. بتتاسف له بعد كام سنه؟ لا انا اتاسفت له بعدها برضه بس خلاص هو راجل كبير وكل حاجه انما انا رحت له مكتبه طردني من مكتبه قال لي اللي انا اشوفه اكتبه انت ما بتعرفش تلعب كوره يعني برضه وبحترم برضه وجهه نظره ما فيهاش مشكله. لسه الموضوع مأثر فيك لحد دلوقتي يا كابتن؟ لا لان انا بص اتظلمت فتره كبيره جدا من عمرك بسبب الموضوع ده اي مشكله تحصل لازم يدخلني فيها. صالة وجالة ورفع وعمل كل حاجه مقابل لاعب كان عال على الفريق. الحقيقه الامر ده محتاج بالفعل جماهير نادي الزمالك اللي بتثق في كلام الكابتن عفت نصار انها تسرد حلقات كده لفكره ازاي لاعب يتطاول على عضو مجلس اداره في النهايه بتقولوا بطولات النادي الاهلي اما بالتحكيم او وكاله الاهرام. احمد احنا عندنا لاعبين بناخد منهم موقف لمجرد تصريح مش لواقعة زي دي. والأغرب بس أنا في حاجة غريبة جدا يعني هو بيقول بعد ما اعتدى عليه رحت له غرفة الاجتماعات ورحت قابله كراشني يعني أنت منتظر يعمل إيه يعني؟ لا بس اتأسف القصة صعبة جدا يعني احنا برضه زي ما بنقول احنا مش احنا اللي بنرد الفيديوهات هي اللي بترد على نفسها. معانا فيديو تاني برضه الكابتن عفت نصار. أنا كنت بلعب في المصري أيوه وفي الفترة اللي أنا كنت بلعب فيها في المصري كان يعني كنت في فورمة غير عادية يعني اعمل كوره كده تيجي جون. انا لعبت مع المصري 24 مباراه جايب 17 جون. يوم ماتش الزمالك انا طلبت من الاداره ان انا ما العبش مش قادر العب فعلا اقسم بالله العظيم. قلت لهم انا مش عايز العب. قالوا لي ايه؟ قلت لهم انا ما اقدرش اشوف الزمالك مغلوب والله العظيم الكلام ده حصل مني.
فمستر مايكل كروجر جه قعد معايا وقعد قال لي لا ده لازم تلعب والجماهير المصري وبتاع. قلت لهم جماهير مصر عارف ان انا زملكاوي، انا مش هعرف ابقى منافق يعني مش هقدر. لدرجه ان انا في الشوط الاولاني بعد ما نزلت المباراه في كره عملتها فكانت في جون في الزمالك، فعملت عارف يعني رجعت ورا. الكلام ده يا جماعه والله العظيم ما ينفع يعدي كده اعلاميا في اي مكان في العالم. بيتكلم اصلا ايه علاقه الاحتراف بده، ده نادي بتتقاضى منه اجر. تاني حاجه برضو اللي احنا بقى هناخدها فيما يخصنا، عشان كده قلنا احنا بنرد في اللي يخصنا احنا بس. شفنا كابتن حسام غالي الاكسترا جرينتا وهو واقف على الخط في مباريات الجونه ازاي متفاعل مع فريقه وازاي نفسه يكسب النادي الاهلي. عشان كده احنا بنطلب من الناس تلتمس العذر، كابتن طارق يحيى ليه كل احترامه، بس هي الحاجات دي اللي ولاد الزمالك بيقولوها اللي سبب ادعى ان انتوا تشوفوا ليه خلت بعض الجماهير يكون خلفيه ذهنيه عن لاعب الزمالك في التعاون مع نادي الزمالك بشكل مش واضح. لما اتكلم عن لاعبين كتير بيفوتوا مباريات لاسباب تخصهم، او اتكلم عن ان انا جيت اشوط على مرمى نادي الزمالك فاتخضيت، اعتقد محتاجين يفكروا في التصريحات دي. اعتقد انت اتخضيت جدا. على فكره الكابتن عفت نصار مش لوحده عملها، الكابتن عبد الواحد السيد برضه وهو مع المقصه، والكابتن محمود فتح الله وهو مع طلاء الجيش، والامور كثيره جدا في المتناول ده او في الكلام ده، ومع ذلك بنلاقي تصريحات عن مدربين او ابناء النادي الاهلي. الراجل اصلا اتخض ان الكوره رايحه جون على نادي الزمالك، دي تصريحات برضه لا تعنينا. لكن المهم بقى لجماهير النادي الاهلي اللي زعلانه من تصريحات كابتن عفت نصار في فكره التشكيك في بطولات النادي الاهلي او في النقد داخل مجالس اداره النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي، له معانا برضه نسبه فيديوهات نطلع نشوف اول فيديو فيها وهو بيتكلم بقى عن نادي الزمالك. بجد انا كنت بعاني منها، ويعني انا كنت يعني مش عايز ادخل في الجزئيه دي، انما كلامك عارف لازم ادخل فيها بقى خلاص. ماشي اتفضل يا كابتن. ان نادي الزمالك ما بيعرفش يصون ولاده، بمعنى ان اكمان يعني مين جه كمدير كوره لنادي الزمالك كان فاشل. كل مديريني الكوره اللي جم في تاريخ نادي الزمالك فشله. سيبك من فكره مدراء مديرين الكلام ده كله، لكن قال تصريح خطير جدا، نادي الزمالك ما بيعرفش يصون ولاده. طبعا ده جانب المفروض اعلام الزمالك اللي يرد عنه، لكن الفكره كمان ان الكابتن عفت هتلاقيه في بدايه الفيديو قال لك انا بعاني، والفيديو اللي قبله انا مظلوم او انا حاسس بالظلم. في معاناه عايش فيها الكابتن عفت نصار، ممكن لو انت بس قدرت قعدت مع نفسك تراجع التصريحات دي هتعرف هو ليه تصريحاته بتخرج بالشكل ده. عشان برضو مزيد من التناقض تعالوا نشوف فيديو كيف يقيم فيه الاداء الاداري في نادي الزمالك في وقت مختلف وفي ظروف مختلفه كانت تسمح ان هو يقول كده. نطلع ونشوف الفيديو. اللعيبه تتلم تاني وتقعد في نص الدايره ورئيس النادي يقعد يكلمهم. هي دي كوره؟ دي مش كوره، دي حاجه تانية، دي حكشه. بس ده من ضمن الاسباب اللي حضرتك شايف ان نادي الزمالك فقد البطولات بسبب التدخل او مفيش تخصص. بص اقول لك على حاجه. اتفضل. المشرف مرتضى قال كلمه قدامي، قال لك شرى العبد ولا تربيته. القطاع ما خدش ولا بطوله. الموضوع هنا ملوش علاقه بمعيار انا خدت بعدها بطولات يبقى انا صح، هو قيم مشهد معين بيرى ان هو وصفه بوصف ما برضه، ولكن احنا بنقول لكم معياريه الراي، ركزوا عند الجمله دي واهدافها وابعادها. نروح بعد كده احمد هو كده شكك في بطولات قطاع الناشئين او قال بطولات قطاع الناشئين او قطاع الناشئين ما خدش ولا بطوله، طب لما الفريق الاول خد بطولات كان ايه راي الكابتن عفت نصار فيها؟ نشوف. وبالتالي تحس ان ما بقاش في حد بيخاف على النادي. بمعنى احنا كلنا بعيد، مفيش حد قريب. يعني مفيش حد ممكن يقف قدام غلط ويقول ده غلط. حتى انا الفتره اللي فاتت لما بقيت اقول ده غلط ابتديت اتعرض لمضايقات كتير جدا وكلام ومنع من النادي وحاجات كتير جدا. انا اللي عايز اقوله ان نادي الزمالك اخذ دوري وكاس بالصدفه. بالصدفه، حاجه ما بتحصلش في الدنيا كلها. يعني مدراء كوره مش على المستوى قال فاشلين، اجتماعات في وسط الملعب واداء اداري قال حكشه، مفيش في بطولات في قطاع الناشئين، ودلوقتي حتى لما الفريق الاول خد دوري وكاس اللي هو بعد 27 سنه من اخر ثنائيه عملها الزمالك قال برضو بالصدفه، وان ابناء نادي الزمالك بعيد. واضح ان الكابتن عفت نصار كان محتاج يدخل داخل قطاع العمل داخل نادي الزمالك عشان تصريحاته تختلف. بالظبط. وكمان هل التعليقات والاتهامات اللي بتترمي على النادي الاهلي في كل حلقه 20 30 اتهام، هل ده
شيء تعرض ليه ناس كتيرة كمان ولا لأ؟ نطلع نشوف الفيديو. حصل كنا باللعب، اقول اسماء ولا بلاش عشان الدنيا؟ لا بلاش اسماء. ماشي. بلاش اسماء. كنا باللعب يعني بعض، كنا باللعب فريق. وضح الموقف. كنا باللعب فريق لعيب من اللي بيلعبوا عند ضدنا عنده 39 سنة عنده مشكلة في ركبته، يوم المباراة وهو بيلعبنا اكتر لعيب بيجري في الملعب بشكل غير عادي، فانا استغربت جدا. فالاداري بتاعهم موجود جنبي اعرفه يعني بحكم ان انا كنت بشتغل في شبين قبل كده وبتاع، فعارف فبساله قال لي لا ده ضرب 2 ترامادول. فقلت له قال لي يا كابتن والله العظيم بجد، قال لي يا كابتن جميع لعيبه الدرجه الثالثه، لا طبعا ما جميع لعيبه الدرجه الثالثه بنسبه كبيره جدا منهم بيتعاطوا. اتهامات مطلقه لا يمكن ابدا انك تسمعها بالشكل ده، لان طبعا كل الاحترام لكل اللاعبين، واعتقد ان بعض التصريحات محتاجه ان يبقى عندنا نظره ومراجعه لنفسنا قبل ما نقولها، لان ما ينفعش تخرج ابدا بالشكل ده وبالتعميم ده. المشكله يا فارس بقى التناول الاعلامي. انت لما بتشوف تصريحات زي دي وبتشوف في بعض الحاجات اللي مش ممكن تظهر على الشاشه الفضائيه، انت ازاي كبقى مقدم برامج تقدر تجيب استضيف، مش كلام بقى عن كابتن عفت بس، عن اي حد ماشي في سكه الترند ده، ده كابتن عفت نصار اصلا له كلام عن اي كلام بيتقال في خصوص الترند نسمعه هو بيحكم على القصه بنفسه. قصدك على انا اللي بتكلم عليه ايه؟ ان في بعض الناس حتى الثقافه العامه قليلين فيها، الثقافه العامه قليلين فيها، احنا بقى عندنا دلوقتي اي حد مهرج بقى هو ترند، يعني الناس ممكن تتكلم عليه وتكبره وبتاع، مع ان هو كل الهيافه كلها، انما تحس ان الكلام الفاضي بقى هو الكلام المهم. والكلام المهم بقى مش مهم نتكلم فيه. انا نفسي او انا يعني انا طلعت في اكتر من برنامج او بتكلم في اكتر من برنامج على حته ازاي نصلح الكوره، احنا عندنا مواهب كويسه جدا. الكلام الفاضي بقى هو الكلام المهم، والشخص اللي بيقول كلام فاضي بقى هو اللي بيركب الترند. دي قناعات الكابتن عفة. نيجي بقى لاقوال مقصوره، نطلع ونشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. طب انا اقول لك على حاجه، بس اقول لك على حاجه، في حديث عندنا بيقول ايه، او مش حديث، راي كده بيقول راي الفرد خطا وان كان صواب، وراي الجماعه صواب وان كان خطا. 7 محركات بحث و24 مرجع و12 لغه، فريق الاعداد دور فيهم عشان يلاقي الجمله دي في اي حاجه منهم ما لقاهاش. مش حديث ولا لا طبعا، يعني دي هو رجع الحديث او مش حديث، لا رجع يعني دورنا في كله في كل حاجه. وطبعا كلام غريب جدا، فكره حتى التعاون على الاسم والعدوان، هو بيقول لك ان لو انتوا جماعه ورايكم خطا فهو صح لمجرد انكم جماعه. حتى دي يا جماعه مفاهيم للمتلقي ما ينفعش يسمعها، لان قد ترسخ في ذهنه مفاهيم ذات نفسها غلط وما ينفعش ياخذ بيها، لان مش ده الصح ابدا. الراي الصواب سيظل صواب والراي الخطا سيظل خطا. واعتقد شرحنا حاجه، اغلب الكلام مش محتاج، هم محتاجين في الزمالك يشوفوا حد يعمل ريمونتادا على الكلام ده، لان احنا اتكلمنا فيما يخص معياريه الشخص دون الاساءه ليه. تصريحاته لو هو شافها مسيئه فهي بتسيء ليه هو، لو هو شافها عاديه فاحنا ما عملناش حاجه غير ان احنا عرضناها. واعتقد بكده نكون قفلنا الملف. قبل ما تقفل الملف ده عندي تعقيب صغير على الراي الاخير اللي هي فكره راي الجماعه. راي الجماعه صح، يعني الجماعه لو بتقول الاهلي بيكسب بالحكام فانا كزملكاوي ومنتمي للجماعه هقول الاهلي بيكسب بالحكام، لو بيتقال النادي الاهلي بيكسب بنادي الدوله يبقى الاهلي نادي الدوله، اتحاد الكره الاهلاوي هقول. هي دي الفكره اللي واصله الكابتن عفت نصار، ان حتى لو هو عنده قناعات شخصيه لا الجماعه هتغلب عليه وهياخد طابع الجماعه، فبالتالي هي دي التصريحات اللي بتبقى للكابتن عفت نصار. احنا جبناها المره دي زي ما قال فارس، فكره ان الريمونتادا دي محتاجه من نادي الزمالك لا تعنينا، ولكن هي دي التصريحات اللي بتوضح فكر الشخص اللي ممكن نعمل عليه ريمونتادا او ناخد. هل بعد كده ناخد كلامه حيز التطبيق او حيز ان هو له منطقيه في الكلام ولا لا؟ هنشوف. خلصنا من الفقره دي وننتقل لفقره اخرى بيقودها الكثير.